خاصة بضيوف مميزين مختلفين من كافة المجالات، فن، غنى، تمثيل، تقديم ومسرح. وهالمرة ضيوفنا فايتين عقلوبكم وبيوتكم ليعيشوكم معنا أحلى الأوقات، وأكيد بونسوار للحضور والمشاهدين، وأحلى بونسوار ليلى لمحمد. أحلى بونسوار لنانسي أفيوني، ومساء الخير على كل اللي بيشوفونا عبر شاشات السي بي سي في مصر وام تي في في لبنان. ممثلة مصرية واحد الوجوه الشابة التي تألقت في أكثر من عمل تلفزيوني اتعرض في رمضان. دينا أبو السعود صيدلانية درجت الصيدلة لعشقة للفن وبلشت التمثيل بعمر صغير. هشام بولس لما بيلحن بيكسر الدنيا ومضى اسمه على أجمل الأغنيات اللبنانية التي أداها نجوم الصف الأول في لبنان. أمين والاعلانات لمسرح الشانسونيه يلي فتح لها ابوابه وهي كانت قدها. سمية درست في الكونسرفاتوار بعمر صغير، بتعزف على الات كتيره وعملت البومين لحد دلوقتي وكسرت الدنيا. بونسوار لضيوفنا واهلا وسهلا فيكم معنا باحلى الاوقات. مثل ما شايفين مقسومين لفريقين، ثلاثة ضيوف بكل فريق، بس أنا ملاحظة أن الليلة لأول مرة ناجي ما رح يكون متكل على هشام بالألحان. بعتقد بدك تتكل على حالك. لأنه هشام نبيل ليه ضد يا بطل؟ لا بس على طول يعني إذا ما كنت وراي بيكون مقابيلي. يعني بس هالمرة أنت عم تتنافسوا. يعني رح تكون أنت عم تتكل على الأغاني لحالك. أكيد. بس هشام هالمرة بده يكون ضدك. قدها؟ ما بعرف إذا هو قدها. أسطى شو؟ بدك تحاول لكينا التحدي مبلش بكير مع بس الفريق. بس بدنا نعمل لك بالأعصاب الليلة، أنا بوعدك. أنا بدي أعمل لك بالأعصاب. أحلى ست نجوم موجودين معانا النهاردة، في منافسة جديدة جدا بين الفريق الأول والفريق الثاني، عايزين نشوف هيحصل إيه بس بعد البريك. صاروا جاهزين للمنافسة، وأول فقرة معنا هي رسمة ونغمة. دلوقتي عايز أطلب من الفريق الأول تشوفوا لي مين أحسن واحد فيكم بيرسم وتطلعوه لي وتتفقوا سوا بقى. مش أنا أكيد يعني. مش هشام، خلينا نشوف الصبايا. بس أنا والله أحس إن هشام رسام جامد برضه. يبقى هو هشام. يعني هو رسم شخصي ولا رسم عادي كده من لا هنرسم أغنية تجريدي يعني. هو يا هشام يا رشا، فنقولي حد بقى منهم. رشا اتحمست. يلا رشا رشا. ليديز طب يلا يا رشا، يلا يا رشا. يلا رشا. رشا هتجيلي هنا دلوقتي. أجيلك؟ أه عشان تشوف اسم الأغنية. أوكي. يلا. على مهلك. أيوه كده. بصي يا رشا الاغنيه دي المفروض انت ترسميها لفريقك، معاكي 30 ثانيه وممنوع طبعا تكتبي اسم الاغنيه او تتكلمي. تعرفني اظن اغنيه سهله وانا عارف ان انت غشاشه طبعا، متاكد من كده. ارسم لنا اغنيه ازاي يعني؟ فتح مخك بقى. يلا فتحوا على الاخر. اول 30 ثانيه لالكم، لكينا اول ما تحط ايدك على الايباد ببلشوا. اوكي يلا ركزوا. يلا معك. اوكي روحي. يلا. شعر. سمكة. كوافير. كوافير رجال. كوافير جسم. فستان فستان. هوا هوا هوا. ايه؟ هوا؟ هوا هوا قربت. هوا هوا يا هوا. برافو. هوا يا هوا مظبوط يا سمية. ماشي. نسمة صيف رايحة تعدى على روحي وحبيبي، خد له يا هوا وياك رسالة
الجري اللي رايح لحبيب. خدني يا بور يا بور اروح اطمن ساعة ما اوصل لحبيبي. سمية وخدتوا ثلاث علامات وجامدين جدا. وايه الغنى الحلو ده؟ ويلا بينا نروح للانس. ثلاث علامات للفريق الاول. خلينا نشوف شطارتكم انتوا هلا. بديكم تشوفوا اكثر حدا بيرسم منيح بيناتكم. لا مش انا ولا مش قليل اجرب ولا انا دينا لكينا بس دينا تركزوا معايا. دينا تفضلي لعندي. الغنية كثير حلوة بس بدك تعرفي تركزي وتوصلي لهم اياها ب 30 ثانية. كثير هينة. سهلة قوي. كثير قوي. صعبة جدا. لا بس دينا قدها انا بعتقد وقالين وناجي دغري رح يحضروا. أيوة مصرية مصرية حتى سهلة قوي. مش معقول الفريق الأول يحضروا. لا بس تركزوا. شجرة. انت شايف ايه؟ انت منين بتركي؟ مي. نملة. نملة. شعورك هشام. دباني. طحوني طحوني. ايه كورة كورة كورة. يلا قريبا. يا مرقة التوحيد. يا مرق عالطواحين والمي مقطوعة خايف لا تدور الطواحين والحلوة يتوعة. يا مرق عالطواحين والمي مقطوعة خايف لا تدور الطواحين والحلوة يتوعة. الله يا مارق منها كل حي صوب النبع شاي عمالك لا تخلي المي تدور بالأناي. عمالك لا تخلي المي يلا سوا وفي حلوي عشاني خطيب النوم مخباي بين الشمس وبين البي غرتها مزروعة. يا مارق عالطواحين والمي مقطوعة خايف لا تدور الطوى. يا على زهبتكن طب يا قلبي إلا شهرين والحب مشافينا تحزن كل ما شفنا اتنين ويا مين يسلينا. والحب مشافينا تحزن كل ما شفنا اتنين ويا مين يسلينا. والحلوة عند قلبين عم تتمطع فينا آخرتها رح تهرب وين والعنا مرجوعة. يا مرق عالطواحين والمي مقطوعة والمي مقطوعة خايف لا تدور الطواحين والحلوة يتوعة. خايف لا تدور الطواحين والحلوة يتوعة. خايف لا تدور الطواحين والحلوة يتوعة. ثلاث علامات للفريق الثاني. فينا نقول انه الفريقين مبلشين مبدعين بأول فقرة. خلينا نشوف بتاني فقرة شو رح يعملوا. هلا ما تحكي
دلوقتي ما تحكي هنسأل كل حد من ضيوفنا سؤالين، هما أسئلة افتراضية عن حياتكم الشخصية. المفروض لما أسأل رشا، رشا مش هتجاوب، مفروض هشام اللي هيجاوب. لما أسأل هشام، هشام ما يجاوبش، سمية اللي تجاوب. لما أسأل سمية، سمية مش هتجاوب، رشا هتجاوب. وفي الآخر خالص هنعرف من كل واحد إيه كانت الإجابة الصحيحة، والمفروض إن احنا نركز ونعرف كل واحد يعرف إيه عن التاني. جاهزين؟ جاهزين. أول سؤال دلوقتي لرشا. حلو. جاهزة يا رشا؟ جاهزة. عملتي كام نفسك مرة عيانة وما رحتيش على التصوير؟ ولا مرة بحياتك إلا، ولا مرة صارت ولا راح تصير. خالص ها؟ سهليش عامل مثال هيبة. واخد باله من شخصية. طيب بص يا رشا، دلوقتي لو اتجوزتي واحد بتحبيه جدا بس مشكلته إن هو بيشخر وهو نايم. بحياتي يا حياتي. هتعملي إيه؟ بحاول صراحة أعالجه، باخده عند أول حكيم. بجرب شوف الثاني، بشوف الثالث، إذا في حال ما مش الحال بسمم له بالليل هو نايم بس. واخلص. طيب أول سؤال لهشام، لو جات لك واحدة حلوة جدا ومعجبة بيك وعايزة تتعرف عليك، الله يا حاج، ومحتاجاك إن أنت تديها فرصة كمان، هتعمل إيه؟ أنا أوريدي أصلا بضحك من الأول. أنا مديها الفرصة، هي اللي تديني فرصة. الفرصة موجودة. طيب تاني سؤال لهشام، لو جات لك فرصة إن أنت تلحن إعلان شامبو، تعمله ولا لأ؟ لأ. أو لأ ليه؟ معرفش يعني، حسب الظروف. يا آية لأ. لا. لا؟ طيب. ليه لا طيب؟ ليه لا؟ عشان مش نفس الفكر بتاعك في المزيكا ولا عشان؟ يعني أنت شايف شعر كتير عشان أعمل. هو اللي بيلحن. سمية. طيب، أول سؤال لسمية وركزي معايا بقى. دلوقتي لو أنت في واحد بتحبيه جدا جدا وقال لك إن هو عيان، وحد قال لك إن هو سهران مع واحدة، هتعملي إيه؟ هتروحي تطبي عليه ولا هتطنشي خالص؟ انا اكيد مش هطنش خالص، رح بحمل حالي. المفروض يجاوب رشا. انت مظبوط انت. ايوه هو عايز يرد لي، عايز يرد لي الموضوع اللي قبل. رشا راح تزيد شويه. بطل رايق يا بطل يا نمر. والله يعني لا، انا مش هروح اطب عليه، انا هطنش عشان يعني الف مين يتمناني اصلا. استيجك هيضيع. بتكلم في ايه؟ قدام جمهورك. ماشي خلاص اوكي. طب تاني حاجه، ماشيه في الشارع وعملتيش اي حاجه وواحد شتمك، هتعملي ايه؟ هتروحي تضربيه وكده وتزعقي معاه ولا تعملي نفسك ما خدتيش بالك؟ لا، هو الجري نص الجدعنه، انا ما خدتش بالي خالص. خالص انا ضيعت. انا بضيع. يلا بينا. مش قبليني ابدا بالازاي. انا ما اعتقدش سمعت تعمل كده خالص. انا خالص، انا في الحالتين هضربه. طب يلا بينا نعرف كل حاجه كانت صح ايه من كل واحد سالنا له السؤال. يلا نعرف من رشا، كم مرة طنشتي التصوير وقلتي إن أنت عيانة؟ لا ما أقدرش. بأمانة يعني. ما أقدرش. التصوير ده يعني شغلي، يعني شيء مقدس، يعني أنا. ما حصلش. فما ينفعش أضحك على نفسي وأقول لنفسي إن أنا عيانة. طيب حبيتي واحد جدا بس كانت مشكلته إن هو بيشخر كل يوم، فهتعملي إيه معاه؟ هستحمل. هتعالجيه ولا هتنامي في أوضة تانية ولا هتعملي إيه؟ هضطر أستحمل عشان يمكن في حاجات تانية حلوة. يا صبورة. فيها تعالجه على كل حال، يعني منا مشكله صعبه، بدل احسن من تتعود. اكنك ساكن جنب قطر مثلا، جنب ترين، جنب اي حاجه، بيعدي وبتنام. هشام طبعا ليك معجبات كتير جدا، لو واحده جات لك مش مظبوط هالكلام ابدا. لا انا اعرف الكلام ده، انا عارف جابه ومصادر. جابه ومصادر الخاصه. فعندك واحده معجبه بيك وجات لك وبتطلب منك ان انت تديها فرصه وصوتها وحش، هتعمل ايه؟ شو عامل؟ شو هو الوحش؟ صوتها وحش. صوتها وحش. احكي الحقيقة صراحة. فأنت عندك الاثنين، حلوة ولا صوتها وحش؟ هيقول لك الأول أول سمية من جنبي عشان كل اللي حاجة قالتها مش مضايقاني. هلا بتلحين، بتلحين، إذا صوتها صوتها وحش ما شو بدنا بالخبرية، بس إذا في حال إنه هي معجبة كثير وشو بدي بصوتها؟ ماليش دعوة بالصوت. إلا إلا شوف الفقرة أسمى ما تتكلميش ولا تفتح تمك ولا تلفت. بس إلا معنا نسوين يغنوا. إيه ولا نفس. طيب انت طبعا بتلحن الحان لكبار النجوم وكده، بس جالك كده ايه نحتايه يعني بالمصري كده اعلان شامبو، هتعمله ولا مش هتعمله؟ بالعكس، بدي الشغله ممكن هذا يكون هذا الشيء جديد بالنسبه لي، تحدي جديد بالنسبه لي. الشعر شغله انه ما مش هقعد افوت اتفلسف، بس شغله كثير حلوه الشعر، فمش غلط انه هذا الشيء اللي بحمم الشعر. اي نانسي كنا نعمل له غنيه ان شاء الله. برافو برافو، عجبني.
طيب سمية كنت بتحبي واحد جدا وقال لك في التليفون ان هو مش هيقدر ينزل وعيان وحد قال لك ان هو سهران مع واحده، هتروحي تطبي عليه ولا هتعملي نفسك ما خدتيش بالك؟ بس بامانه يعني مش عشان البرنامج. لا انا مش هروح اطب عليه في المكان، يعني انا هستناه في حته ثانيه اضربه. تبعت له اثنين بطانيه. لا 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 انا يعني انا بجد من الشخصيات اللي خلاص ان شغل بلطجيه يعني. شفت مات. مع السلامه. مات. مات الكلام. شغل بلطجيه يعني. لا, ماشي. لا لا خلاص هي كده ايه؟ خلاص كده. ما عندهاش يوم مرحميني. طب ماشيه في الشارع في امان الله ما عملتيش اي حاجه حد شتمك، هتروحي تردي عليه ولا هتمشي؟ تعملي نفسك ما خدتيش بالك. بمشي. ما صدقش الكلام ده بس ماشي. والله لحظة ثانية بمشي. عم بتسيريها لأنه وقتك أنت عم بتجاوب كده. هما ليه كمان حاسسني إن أنا هيرو؟ يعني ليه محسسني إن أنا كده عضلات؟ ده أنا قد كده وكلي على بعضي. جاوبتوا أربع حاجات صح بقيتوا سبعة الفريق الأول. جامدين جدا. الدور هلا لكينا بنتقل عندكم فريق الثاني زيت المبدا. بسال ناجي دينا بتجاوب، بسال دينا الين بتجاوب، واكيد ناجي بدك تجاوب على اسئله الين. حاضرين؟ يلا يلا. واول سؤال لك ناجي، شي مره تخنقت مع مرتك من بسبب معجبه؟ اكيد كثير اتخانقت وبعد بنتصالح على طول بعديها، يعني ما بزعلش من مراتي ابدا. برجع بصالحها اكيد. ما في زعل لانه بحبها قوي. وثاني سؤال ناجي، كنت بالطياره سافر وبيجي عليك واحد بيخطفك، خلص انت مخطوف بالطياره، اه شو بتعمل؟ مخطوف في الطياره؟ هعمل ايه؟ ناجي كيف بتنقذ حالك؟ كيف بتحل الوضع؟ هخلقه هموته هعمل فيه حاجه اكيد، يعني هسيبه كده يخطفني وابقى مسلمه اكيد. لا شراسه. اذا كان اكتر، اذا كان اكتر اهم شيء ما يكون البايلوت يلي خاطفه، لانه اذا مات ماتوا كل يلي على الطياره يعني. لا انا هموت اللي بيخطف بس، هموتهم كلهم حرام يعني. اوكي لكن دينا هالمره سؤال لك، بتعملي دور موجود يعني دور انت واسد؟ أنا وأسد؟ إيه تعمل الدور؟ إيه ليش لا؟ بس إذا كنت مأكدة إنه الأسد مروض يعني ما ممكن يأذيني. لو مروض قبل. يعني الأسد إذا جاع جاع يعني. لا بياخذ معي شيء بضل طعميه. بضل طعميه سكته يعني. إيه لا بس تجربة حلوة ليش لا؟ تعمليها يعني، أوكي. إيه تاني سؤال، شو بتتذكري من أول تجربة حب عشتيها؟ ما بتذكرها لانه قديمه، يعني ايام الطفوله، حب طفوله، فما بقى ما بقى بيعني لك شيء يعني. انا بتعرفي حب الطفوله ما بيكون كثير في اشياء وذكريات تنذكر، بس حب بريء كان. بريء اكيد بريء. يعني هو براءته يمكن حلو. لكن هلا سؤال لالين، قطعتي حد شاب وكبل لك نمره تليفونه، شو بتعملي؟ بخدها وبكتب له نمرة التليفون. حلو. سلم. في تبادل، في تبادل. بدك تكون قليل قبلين هيك. تاني سؤال لقليل، إذا عريس قبلتي فيه وحبيتيه واقتنعتي فيه بس طلب منك تجيبي ست أولاد، تقبلي؟ إذا حبيته أكيد، يعني بتمنى أجيب أكثر من ست أولاد. جيب 10 كمان. خلينا نشوف الإجابات المضبوطة هالمرة. ناجي شو مرة اتخنقت أنت ومرتك بسبب معجبة؟ صراحة لا. غيرة يعني؟ لا؟ لا ما عندها منها يعني. واعية يعني؟ تعودت. تعودت يعني تخنقت قبل على على هالموضوع؟ لا صراحة لا. ولا مرة؟ قد ايه واعية مرتك يعني؟ ذكية جدا. تحية لمدام أسطى. سؤال لك ناجي لكينا، إذا كنت بالطيارة وانخطفت شو بتعمل؟ لا حول ولا قوة. شو بيعمل؟ شو بيعمل؟ اوكي دينا، بتعملي دور تمثيل أنت وأسد؟ لا أنا هعتزل التمثيل مبدئيا أصلا. لا لا ما أقدرش، أنا عندي فوبيا فظيعة يعني. اخر مسلسل قالوا لي، قعدوا برضه اشتغلوني قالوا لي هنجيب كلاب تجري وراكي بس مروضه، قلت لهم مش عاقل. لا جالي فوبيا ما اقدرش يعني. اذا كلب ما قبلتي اسد كيف؟ اوكي. وعندك شيء هيك ذكرى حلوه من اخر من اول تجربه حب عشتيها؟ عندك شيء ذكرى حلوه؟ اكيد عندي ميموريز، اكيد مش بنسى كل حاجه يعني، اكيد عندي ميموريز.
براءتها للعلاقه كانت يعني حاجه كده في المدرسه صغيره كده. اوكي قالين السؤال لقليك اذا قطع شاب من حدك وكبلك نمر التليفون شو بتعملي؟ لا ما بيمشي الحال لانه ما بحب هالطريقه اتعرف فيها على حدا حتى بترتيب يعني. شو بتعملي؟ بتدي له اياها؟ ايه لا بفضل انه يحكي معي بس هيك يكب لي اياها لا ما بتقبلها يعني لانه ما رح انا ارجع ادق له اكيد وهو يدق لي ما حيكون بيعرف لي رقمي. أنا كنت عم بمزح. إذا أكيد إذا طريقة حلوة وأنا عيكم غرمتي فيه ورح تتجوزوا بس قال لك بدي 6 أولاد بتقبلي؟ إيه أنا لا أوريدي مقررة 4 أولاد 5 أولاد فسيدي لو قدين كمان مفيش مشكلة يلا مشكلة في الواحد ده لكن جاوبتوا على إجابة واحدة مضبوطة يعني بيطلع لكم علامة بتصيروا 4 علامات والفريق الأول 7 علامات لهلا الفريق الأول مسيطر على اللعبة طبعا مشاهدينا قبل ما نروح لفاصل يلا نسمع أغنية بحبك من سمية ونسقف لها سقفة كبيرة جدا خلاص هقولها بقالي سنين
ورجعنا من البريك مشاهدينا، والنتيجة مثل ما شايفين 7 علامات للفريق الأول و4 علامات للفريق الثاني، بس ما في شيء محسوم لهلا لأنه بعدنا تقريبا بنص المنافسة. بس ليه مبسوط هشام؟ أنا كمان النتائج بتحكي عن حالها صراحة. خلينا نشوف لكينا النتيجة أكيد مش محسومة وبنكفي، وهلا الجوكر. الجوكر هو الخيال يلي شايفينه قدامنا، والجوكر هو شخصية معروفة. خلال 40 ثانية مطلوب منكم تحذروا الجوكر، واللي بيحذر بينضم لفريقه، يعني الفريقين. الفريقين على فكرة انتم المفروض عندكم تعرفوا عندكم فرصة انكم تربحوا الجوكر. منبلش الجوكر ده حد معروف؟ حد معروف إيه؟ طبعا انا ننسى هقول لكم مصرية ولا لبنانية؟ اول شيء لبنانية. مخدمة برامج لبنانية. مايا ناصري. والوصيفة الثالثة لملكة جمال لبنان 2007. 2007؟ وبال 2007 بلشت كولت مذيعة بالتلفزيون، لا ببرنامج صباحي. ودلوقتي بتطل عبر شاشات التلفزيون حاليا. عندها برنامج دلوقتي بيتذاع اصلا؟ لا ما اقدرش اقول طبعا ما كده بس. ساشا مظبوط يا هشام. ساشا تحبوح هي الجوكر معنا لليلة. بونسوار لساشا. مين أولى به؟ لا بونسوار ساشا، أهلا وسهلا فيكي معنا بالبرنامج. ساشا لازم لازم تكون معنا، نحن الفريق الخسران. انا سمعتكم قلتوها بذات الوقت. يا حبيبي انتم مش عم تسمعوا، نحن الخسرانين. قول الصراحة، قول الصراحة. قول الصراحة محمد، أنا دايماً معه. عم نتعلق عليكي. طيب يلا. تاخذها لكان ما دام هيك. يلا. بص الصراحة هشام اللي قال الأول يا جماعة بجد. معقولة؟ أنا أخذت بالي هشام اللي قال الأول، صراحة يعني. أنا برأيي هي تختار. أهم شيء تورجوهم إنه أنتم قدها وقادرين تربحوا الليلة. حتى نحن إذا مش بيجيبوا لنا أربعة، إذا بيجيبوا لنا 40 ما نخسره. لا لا يعني الاستاذ عم بكبر كلام، وانا بعتقد ساشا معنا جاسوس اللي تخسرنا صراحه. لا لا ما اعتقدش. هشام كثير عم يتذكر معنا بالبرنامج. انت ليله الجوكر، ومهمتك انك تساعد فريقك يضل مكفى بهالهمه. اسم الله يعني. مش العكس يعني، مش العكس. بس خلينا نعرف مزبوط، انت رح تكون جاسوس معهم ولا ساشا؟ اعتقدش ضميرك حي. فينا مندوب على الحان هشام، ما بنقدر. كبيرة 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 هشام. خلينا نكفي لكينا، وهالمرة رحوف. رحوف مع الفريق الأول هي عبارة عن كلام متلخبط، هنشوف الحروف هتطلع لنا على الشاشة، ومفروض نرتب الحروف اللي هتطلع لنا عشان تطلع لنا اسم أغنية، والأغنية من كلمتين. نانسي بتساعد فوق. قد البحر بحبك. والله قربت كثير. لا كلمتين هي. ايه بحبك هي تاني كلمة. أول كلمة. هل بحبك؟ 16 ثانية 15. هل قد بحبك؟ هل قد بحبك؟ رشا. رشا صغيرة. أيوة رشا. قديش واسع المدى وبساع أصوات وصدى، والورد بيحب الندى، هل قد بحبك؟ عاد فائت للبصر بلوم حظه والقدر، ومحروق عدقيقة نظر، هل قد بحبك؟ وراح ابقى احبك ما زالت عم تشرق علي الشمس، ولما روح تودع حالها راح ابقى همس همس، وراح
أحب أحبك ما زالك عم تشرق علي شمس لما روحي تودع حالة رح أبقى مسامس يا روحي بحبك هلا حيا أحبك ما زال عم تشرق علي الشمس ولما روحي تودع حالة رح أبقى مسامس ورح أبقى أحبك ما زال عم تشرق علي الشمس لما روحي تودع حالة رح أبقى مسامس يا روحي بحبك برافو للفريق الأول كثير وعشر علامات خلينا ننتقل للفريق الثاني ذات المبدأ أحكوم على الشاشة بدكم ترتبوهم وهالمرة الغنية من ثلاث كلمات ركزوا كثير منيح اشمعنوا هما كلمتين واحنا ثلاثة انتم متعودين على فكرة لأنه كثير حلوة الغنية ولأنه كثير هينة كثير هينة ورح تحذروها يلا ايه دي ايه كل ده ايه الحروف دي كلها ما بيساعوا على الشاشة الحروف اساعدكم شوية ايه هي ثلاث كلمات اوكي ثلاث كلمات كارلا ديرلا دادا مصرية مصرية يعني هل المفروض اقولها كثير حلوة انا قلت لبناني وهلا هيك جديدة الغنية أموال عالدنيا الدنيا زي المرجان برافو الدنيا زي المرجيحة يوم تحت وفوق فيها خلق عايشة ومرتاحة فيها ناس مش فوق فيها خلق عايشة ومرتاحة فيها ناس مش فوق والله ما تمرجح فيها من تحت لفوق لفوق الله الله يلا الدنيا زي المرجيحة يوم تحت وفوق فيها خلق عايشة ومرتاحة فيها ناس مش فوق الدنيا زي المرجيحة يوم تحت وفوق فيها خلق عايشة ومرتاحة فيها ناس مش فوق فيها خلق عايشة ومرتاحة فيها ناس مش فوق والله ما تمرجح فيها من تحت لفوق لي يلا على زقبتكن الله الدنيا لما بتدينا نفرح ونقول السعد جانا ويا ريتا يفضل على طول الدنيا لما بتدينا نفرح ونقول السعد جانا ويا ريتا يفضل على طول ولو اخدت منا منتأثر ونروح ونقول والله ما تمرجح فيها من تحت لفوق لفوق الدنيا زي المرجيحة يوم تحت وفوق فيها خلق عايشة ومرتاحة فيها ناس مش فوق فيها خلق عايشة ومرتاحة فيها ناس مش فوق والله ما تمرجح فيها يمين شمال كيف ما غنيت انا بموت فيك سوري
بانه انتو يعني 7 علامات ب10 علامات بس عندكم فرصة انكم تحسنوا علاماتكم. بدي اكون اشوف مين بده يلعب دارتس، مين اكتر حدا بصيب مزبوط. ناجي بحس امين لا تملى امين شو رايك؟ كيفك بالدارتس؟ يلا يا فينا ثلاثتنا نجرب ولا في شخص واحد؟ لا هي بس الوحدة. خلينا انا عندي احساس فيكي بقى بتبدع بالدارتس. أني بديك تتوجهي حد دارتس وراك. اوكي. وثلاث احتمالات. بعتقد ما رح يوصلوا معنا. ومثل ما شايفي قدامك اللون يلي بتسيبيه بتاخديه، يعني إذا أبيض بتاخدي علامة، أخضر علامتين. ركزي على الأسود قليل. وأربعة. قربي شوي قليل. يعني جربي تسيبي الأحمر أو الأزرق. أو الأسود. أسود لا. أسود لا. أسود. يلا قليل. يلا. اوكي امين بدنا نشديك. لا امين مش تحت تحت. ليه؟ هيدا اسود ولا اخضر؟ ولا خدت اي حاجه خالص. امين شو سبتي اخر وحده؟ اسود. هيدا قد ما هشام نقى علي الاسود. يعني ولا علامه بس امين رح تعمل علامه مش فوق. برافو. لا ما واحد بص بقى يا هشام لو انت كنت لعبت انت ولا هشام لو كنت لعبت انت كان زمانك. انا بدي اقول شغله انه هشام نانسي ما بعرف مستقصدنا وعم ياثر علينا سلبا. يعني هلا في مؤامره ضدي. انا بلعب ضبطه بالعين. هشام عم بيقدر لهلا يسيطر على اللعبه يعني عم بكب مثل ما بيقولوا. بس نحن ما بنستسلم وبعده الجيم ماشي وبعد الحلقه والعامل. بس جميل تعوضوا بالفقره دي. في امل ضيعتونا. طب قول لي بس في امل لسه ولا لسه في حاجات كتيره بعد الحلقه. مشاهدينا هلا خلينا نفوت بريك وبنرجع. رجعنا من البريك ومكفيين بزيت الحماس وهلا فاعل ومفعول. الفريق الاول دلوقتي عندنا ترابيزات موجوده فيها انوار حمراء وانوار خضراء، اللي هينور عنده النور الاحمر واللي هينور عنده النور الاخضر هيحكم حكم على اللي عنده النور احمر، ولازم اللي يتحكم عليه حاجه ينفذها عشان ياخد التلات علامات. يلا بينا نشوف مين الفاعل ومين المفعول. مفعول. عم نشوف الطاولات هلا رح تضوي احمر واخضر. اخضر هو الفاعل واحمر المفعول. Stop. دينا ورشا. يلا اتفضلي يا رشا على نص المسرح بعد اذنك. اتفضلي يا رشا على نص المسرح. مين هيحكم على مين اصلا؟ دلوقتي انتوا كسبانين. دينا انت رح تحكم عليا. انتوا دلوقتي كسبانين ما تضيعوش الدنيا لازم تركزي. اوعي يا رشا. اعملي اللي هتقوله لك. اوعي يا رشا. انا عامل ايه في رشا دلوقتي طيب؟ اطلبي اطلبي شو ما بدك منها. بقول لك يا رشا ايه رايك في هشام؟ حساس قوي. هشام ملك المشاعر. كلك مشاعر يا هشام. بصي بقى انت بتموتي في هشام؟ كلنا جدا. عادي عادي. طبعا ده انا عادي بتاع هشام يعني. وبصراحه هو مش مركز معاكي خالص ولا معبرك اصلا. مظبوط. مظبوط. بصي بقى انا عايزاك توريني هتعملي ايه وتشديه تشدي انتباه هشام النجم الستار القمر ده ازاي. الله يا حاج. شو هالقمر. حاولت كتير قبل كده. اتفضل يا هشام. حاولي تاني. اتفضل. سري على الموضوع. عايزه في اصرار يعني. بصي داخل هو بلاطه كده. هشام قلاطه. الله. انت شدي مش هو يشدك. رشا انت اللي هتموتي. انت اللي بتحبيه. شدي حالك. شو ممكن ترقص معايا؟ سوري ممكن ترقص معايا؟ سوري وش كده؟ ترقص معايا؟ مش ستيلي. سوري قبلت هشام. طب ايه ستيلك؟ قبلت ترقص ولا؟ قلت لها مش ستيلي صراحة. إذا أنا غنيت لكم هيك تكعرني يعني هي بتكون هي بتكون بس هيك بتخسرهم العلامة. تجبرني.
مش طبيعي ايوه شو بحبك غني الله اسمك عم ضل مهلوس عم بوعى بيعز الليل شوفك اذا عم تتنفس ومطرح ما بتدعس شو بخاف يشكك دبوس مروس يابا واللي بيصيبك بالعين ان شاء الله بعينه يتقوص يابا لو تعرف شو بحبك شكك دبوس مروس يابا واللي بيصيبك بالعين ان شاء الله بعينه يتقوص يابا لو تعرف شو بحبك خدني محلك رشا ما حصلت على رشا رحت عليك ما حصلت على ثلاث علامات أنا بس عم ربحهم رحتي على السر والعلامة بس اكتشفنا أنه نقناج بيشد أكتر منك يعني بدك تعترف بهذا الموضوع ودلوقتي بقينا 11 الفريق الأول وسبعة الفريق الثاني ويلا نشوف هتعملوا ايه مع بس نانسي. بعد ما لعبتوا يعني عندكم فرصه في فرصه اكيد طيب خلاص حسنوا علاماتكم زيت اللعبه فعلوا مفعول رح نشوف الطاوله عم بتضوي احمر واخضر ثاني هالمره رح تضوي اخضر بالفريق الاول واحمر عندكم بنشوف الطاولات عم بتضوي نفسي دقيقة انا انت حبيبتي يا سمية ردي لله عشان تقدير حبيبتي انا بعمل فيك عامل هشام وقالين هالمرة قالين بدي اطلب منك تتفضلي على المسرح اهلا وسهلا فيك وهشام محضر لك الله يستر مش عارفة هشام عينيه بتطق شراه ليه الله يستر انا اليوم مش خاصة من هشام حتى بهاللعبة قلتي لي قالين كم بيبي بتحب تجيبي؟ أربعة بس إذا إجا واحد أو اثنين زيادة ما بيأثر ممتاز وصلتي بما أني كالقد ماما بول وبتحب الطفالة هديك الكاميرا رح تكون كاميرتك وحضرتك بما أنه وجه معروف جدا بدك تعملين لنا دعاية لحفاضات حفاضات انت عم تتخيلي عندك ستة بالبيت اللي بدهم حفاضات بدك تعملي دعاية لحفاضات طب بتكون تجيبوا لي ولد وبدك تقنع كل الامهات على اللي عم يتفرجوا علينا انه هول حفاضات هن الحفاضات يعني اللي رح يقيموا فيهم يعني يلا يا قليل الكاميرا لك فرصتنا انا قلتلكم شفتوا تاكدتوا انه هشام يعني هو عم بجرب يمكن يخسرك العلامة انت قد ما فيكي اكيد اقنعي الجمهور بالبرنخ أخذ الحفاضات ركزي بس وخذي العلامة طيب يلا. ما في شي ولد مع بالدعاية ولا شي ما بعرف فيك تستعيني بحدا من أعداء فريقك نانسي أو دينا لا أنا عامل إيه في الحفاضات دي ممكن بجمهور بقى تركيز مدام إذا عم تعاني من موضوع الحفاضات ببيتك إذا عندك أكثر من ولد إذا عندك توم الحل عنا شركتنا ابتكرت منتوج جديد للحفاضات بكبسة زر بيفتح وبكبسة زر بيسكر برافو علين برافو كفي ف
ما بقى في مشكلة مع الحفاضات لا بالليل ولا بنهار ولا شيء. بتحط الولد على التخت بتكبس الكبسة بينط الحفاض بيجي بيجي لازم تتولوا من مثالية عندي سؤال بيجي مطرح ما لازم يجي وبعدين في ريموت كنترول كمان بنكبس الكبسة بيرجع الحفاض هشام عندي سؤال علين عندي سؤال عندي سؤال بلكي هالطفل انبعت وسكر له على اجره هشام رح اقول لك شو ركز قوي نحن شركتنا مدام ابتكريت مثل سنسور بيمشي مع الولد برافو 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 يا ليز برافو ليز برافو كيف كيف ما تحرك الولد ما بسكر بيجي له الحفاض بنفس وبعدين بدي احصر لانه بركي حدا نفذ المشروع الحفاضات ايه مزبوط يعني يعني بتكوني حققتي امنية كل ام اذا عن جد في هيك حفاضات بتاخذي ثلاث علامات لكينو بتصيروا كثير علامات حلوة قوي صراحة انا عدنا انا عدنا كثير ايه اكيد ايه رايك يا هشام كثير مقنعة والله صرتوا اخيرا اخترعتي بينا كان لازم تتكلمي من الصبح طيارة واخترعوا في شيء ما اخترعوا بام حفاض ما بيخترعوا اهم شيء فيه انه اكيد وفير هذا وفير يعني من ذكرى طيب لكن صرتوا هلا كثير قراب 11 علامة للفريق الاول و10 للفريق الثاني انتبهوا يعني هلا صارت خطرة ما هيك نحن ما بنحكي نحن بننفذ نحن وعدنا احنا قاعدين كده والدنيا قاعدين يلا خلينا نكفي هلا ونشوف بهيدي الفقرة لمين رح تكون محسومة وهلا بلمح البصر بلمح البصر هي عبارة عن أسئلة سريعة وسهلة جداً الهدف من اللعبة دي إن إحنا نحسن علامتنا وكل واحد يعرف يجاوب على الإجابة الصحيحة والفقرة دي بالذات معمولة للفريق كله عشان يجاوب كله مع بعض معاكم 30 ثانية عشان تجاوبوا على أكبر عدد من الأسئلة ولو معرفتوش تقولوا باس جاهزين؟ يلا أغنية بتعتبني على كلمة كلمات وألحان مين؟ محمد الموجي مين كان الملك بمسرحية ناطورة المفاتيح للإخوان الرحباني؟ الملك بذاته هو مين لقب بقيصر الغناء العربي؟ كاظم الساهر مين مخرج مسلسل باب الحارة؟ يلا شباب باب الحارة؟ سامح عبد العزيز كم مرة اتجوز يحيى الفخراني؟ ملا 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 كم مرة اتجوز يحيى الفخراني؟ كم مرة اتجوز يحيى الفخراني؟ صبايا مرة يحيى الفخراني فين؟ مرة مظبوط مرة مع أي فنان؟ انتهى الوقت باب الحارة ده السوري جاوبتوا على حاجتين بس صح شو عم تحكي والفرصة بقت متاحة جدا للفريق الثاني وهيركزوا خلينا نشوف عند الفريق الثاني قد ايه راح تجاوبوا مظبوط جاهزين؟ اكيد يلا شو اسم والدتا لليان نمري؟ اسم والدتا لليان نمري؟ عليا عليا نمري عليا نمري شو هي جنسية الشاب خالد؟ جزائري بشو معروف الفنان الراحل حسن علاء الدين؟ شو 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 مظبوط مين بيأدي دور النمس بمسلسل باب الحارة؟ لا النمس علقنا بقى لو ما عرفتوش قولوا باص 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 أي سنة أي سنة توفى عاصر رحباني؟ 30 لكينا الفريق الأول 12 علامة والفريق الثاني 14 علامة هلا هلا هشام بدي أعرف شو رأيك بالنتيجة؟ أنا برأيي الحفاض عطى كثير فعالية دفتحته وتسكيرته هن القصة كلها الحمد لله أنا شرفتنا بحاجة إنه يعني يعني التحدي مكفى ولا خلص نحن ما بلش نحن وعدنا إنه بدنا نظبط النتيجة بس نحن حبينا من الأول شوي هيك نعطيكم مجال تنبسطوا نريحوا قبل ما نروح لبريك خلينا نسمع لكينا هلا من ناجي أستا كذابي انت يلا يا ناجي قلما تقولي ما اشتقتي وعغيابي ما دبتي
وحتى شي مره نتلاقى ايام سهرتي بعرف انا ببالك وبعضي تعب حالك اشواقك لولا بينعدوا اشواقك لولا بينعدوا عالدنيا فرقتي وراح بتموتي تتشوفيني ضمك لي وتضميني لو قلتي انو نسيتيني كسابي انت راح بتموتي تتشوفيني ضمك لي وتضميني لو قلتي انو نسيتيني كسابي انت عم تتمني تلمحيني لو حتى سرقة كل اللي وصل لي عنك حكي قال لي حتى تحكيها بتطلع حتى تحكيها بتطلع حتى تحكيها بتطلع ليلي تصلي رح بتموتي تشوفيني ضمك لي وتضميني لو قلتي انو نسيتيني كسابي انت راح بتموتي تشوفيني ضمك لي وتضميني لو قلتي انو نسيتيني كسابي انت لو قلتي انو نسيتيني Sabi elte Bravo رجعنا من اخر بريك بحلقتنا ومشاهدينا والاجواء والعاني يعني بين هشام وناجي وسمية والاصوات الحلوه كيف ما بدها تكون الاجواء كثير والعاني أكيد حفظتها لأهلين خلينا نكفي وهلأ الفكرة بس للجوكر ساشا أنت الجوكر الليلة وهيدي الفكرة بس لأليك وهون قادرة كمان تخلي فريقك يزيد علاماته ويربح ويصير تقريبا قد الفريق الثاني اذا ربحنا بنصير قدون يعني تاخذوا علامتين وبتصيروا 14 اوكي بدك تربح بدك 15 هلا نحن معلوماتنا بتقول انه صوتك حلو شو هالمعلومات هيدي اكيد من معلوماتنا سو بدنا نطلب من هشام ينقي لك الغنيه يلي بتلبق لك وتغنيها وإذا أنا أعطيه لهشام وغنيت صح؟ اتنع. برأيه لهشام لا هشام اقتنع لا بعتقد لازم نخلي الفريق الثاني يحكم مش هشام أكيد رح يعطيه العلامة يعني صوته ولا شكلها؟ أنا اقتنعت خلينا نلعبها المرة عن جد بضمير هشام أوكي نقي لها غنية؟ بضمير بدك تنقي لها الغنية وإذا أنا عطتك تعطيها العلامة نو شو ستيل فرنسي عرب أنجلي لا عربي عربي؟ انت ستيلك شو كلاسيك ولا هيك ولا كيف سيستم؟ انه شي رومانس مش انه شي رومانس؟ ايه اجمل احساس مثلا شيك رومانس؟ الله ممكن؟ يلا اوكي اجمل احساس؟ يلا يلا
أجمل إحساس إنك تعشق بجنون وده حالي معاك خلتني أعيش أيام مليانة بشوق وغرام ضمني هواك عشقك بجنون روحي أنا قلبي المفتون كله هنا وياك بيعيش أحلى أنا حبيبي أنا يا روحي أنا بجنون روحي أنا قلبي المفتون كله منى وياك بيعيش أحلى أنا حبيبي أنا يا روحي أنا والحق والحق إنه علمتين بجدارة إن شاء الله أحساس بقيتوا 14 الفريق الأول وبرضو 14 لحظة بس إذا أجمل إحساس بالفريق الأول الفريق الثاني صار معكم بالأعصاب بعدين مظبوط يعني الله يسامحك يا سعد شو بدي أقول لك احنا بين 14 لا نحن روحنا رياضيه خلص استفزونا بما فيه الكفايه صوتك كثير حلو بس خلينا نعرف رأي هشام الصوت إحساس عرب إنسيابية يعني ما بقى يعني ما بعرف ما بعرف الكلمات تعجز يعني معقولة تتبنى هيك موهبة؟ تبنيها؟ ايه تبنيها ليلا انه بليز يا جماعة هيك دغري يعني تبنى ليلا طيب ناجي بدك سمعنا بدنا نسمع منك رح تعمل لي بالاعصاب لانه بدنا نذكر المشاهدين هيدا الغنية اللي كانت انطلاقتك فيها وانا كنت كنت وجه الخير خلينا نرجع نسمع منك هالمرة ببرنامجنا واكيد مع هشام بتذوبني بلمسة ايدك نظرة عينها بتقتلني درب تقلي ما تعيدا بدي بس تغازلني بتذوبني بلمسة ايدك نظرة عينها بتقتلني بقرب تقلي ما تعيدا بدي بس تغازلني رح تعملي بالأعصاب تعب ومعها عصابي وبتقلي نحنا أصحاب وننسي أكبر كسابة شو تغير فيه وقت اللي شفت قبالي من نظرة عينة بعيني فهمت كل شي ببالي أنا بعرف شو تغير فيه وقت اللي شفت قبالي من نظرة عينة بعيني فهمت كل شي ببالي فرشت لها دربة
الاستديو عنا. خلينا نكفي وهلا الكاريوكي. الكاريوكي هنبدا مع الفريق الاول، طبعا كلنا بنحب نغني مش كده يا هشام؟ مبدئيا اكيد. طيب دلوقتي هنشوف الكلمات كلها هتطلع لنا على الشاشه، المفروض نغني صح وما نخرجش بره الايقاع وما نغلطش في الكلام عشان ناخد العلامه كامله، ويلا بينا نشوف الاغنيه مع بعض. حبك على بالي لو لم علي قلبك ما يلوم وانا بالي على بالي يا عيني حبك حبك على بالي لو لم علي قلبك ما يلوم وانا بالي زيك زي الهوى غدار غدار منك قلبي انكوى بالنار زيك زي الهوى غدار غدار منك قلبي انكوى بالنار بالنار يا ويلي يا ويلي 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 حبك على بالي لو لم علي قلبك ايه 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 كويس جدا وخدتوا علامتين بقيتوا دلوقتي 16. خلينا نشوف الفريق الثاني شو رح يعمل. ضروري دلكن عم تغنوا بالايقاع وتاخذوا العلامه وما نسمع باز، بنشوف الغنية سوا. يلا عالطاير بفهم عليكي عالطاير عالطاير شو عم بيقولوا عينيكي وبقلبك شو صاير عالطاير بفهم عليكي عالطاير عالطاير شو عم بيقولوا عينيكي وبقلبك شو صاير شو بحبك عن دربك ما في قوة تمنعني اوصلك تقلك حب وقلبك يسمعني شو بحبك عن دربك ما في قوة تمنعني اوصلك تقلك حب وقلبك يسمعني يا عصفورة مهما تعلي برميكي عالطاير افهم عليكي عالطاير عالطاير شو عم بيقولوا عينيكي وبقلبك شو صاير جمالك لوحة من قدك جمالك جمالك عالجمر الوالع لو بدك رح امشي كرمالك جمالك لوحة من قدك جمالك جمالك عالجمر الوالع لو بدك رح امشي كرمالك وبخاطر وبغامر وبسافر شو
مخبي بتحبي انا قلبي ولا عمار وبخاطر وبغامر وبسافر شو ما صار لا تخبي بتحبي انا قلبي ولا عمار مثل الطير مودي قلبي وصلت عالطاير طاير بفهم عليكي عالطاير عالطاير شو عم بيقولوا عينيكي وبقلبك شو صاير شو بحبك عن دربك ما في قوة بتمنعني اوصلي تقلك حب وقلبك يسمعني شو بحبك عن دربك ما في قوة بتمنعني اوصلي تقلك حب وقلبك يسمعني يا عصفورة ما بتعلي برميكي في كمان بالكاريوكي يلا بينا على الفريق الاول عايزين نعوض احنا دلوقتي عندنا تعادل وفاضل اخر اغنيه عندنا هي الغنيه هي اللي بتحصل الفاينل حلو يلا نركز بقى اكتر شد من الاغنيه الاولى يلا بينا يلا بينا عشان اصلحك وارضى عليك حاجات كتير لازم تعملها عشان اسامحك وارضى عليك حاجات كتير وادي اولها قوم وقف وانت بتكلمني قوم وقف بص لي وفهمني قوم وقف وانت بتكلمني قوم وقف بص لي وفهمني اوكي هم غنوا معاكم لازم برضو ايه بنشوف الغنيه ترقصوا معانا يلا بترحلك مشوار قلت يا ريت بترحلك مشوار قلت لكن اوعى تغار حوالي
مشاوير قلت لي مكسرت كسير بمشي هيك مشاوير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير شفت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت قلت لا بطلت خليني بالبيت بترح لك مشوار قلت لا ريت بترح لك مشوار قلت لا ريت قالت لك اوعى تغار حوالي العشاق طار قلت لا بطلت خليني بالبيت بس وعليكين للفريق الثاني بتصيروا 18 علامة وهيك بتكونوا صرتوا تعا 18 علامة للفريق الأول و 18 علامة للفريق الثاني، يعني الليلة ما عندنا مين ربحان مين خسران كلنا ربحانين ما شفتكم مبسوطين كثير ليه؟ بالعكس صرتوا من أول الحلقة عم بتتشارعوا وعم تتحدوا بعضكم خلصت الحلقة ما نوصل لهيدي النتيجة منافسة جميلة جدا بعدين هم كسبوا احنا كسبنا كلنا حاجة واحدة يعني ما فيش مشكلة بالضبط كده روح رياضية غريبة بنروح يلا داير البويا داير البويا هلا كله محبه واسهاب وهذا يعني في بين الفريقين روح رياضيه طبعا والتعادل واحنا مبسوطين جدا ان احنا كنا معاكم النهارده بحب اشكر رشا امين سقف لها سقفه كبيره جدا الملحن المميز جدا هشام بولس الفنانه سميه ساشا دحدوح والفنان النجم اللي انا بحبه جدا ناجي القصه ودينا ابو السعود وإيلين أحمر وهيدي هي كانت أجواء حلقتنا لليلة وصلنا لختام الحلقة وبالنهاية أكيد بدنا نسمع الديو المصري اللبناني ناجي القصة رح يسمعنا لو دارت الأيام وبنسمع من سمية سهر الليالي وأنا بشوفكم الأسبوع الجاي باي باي
لو مشيتوا يوم في طريق كان لينا فيه ذكرى سوا. افتكروا قلبي البريء اللي صاد عهد الهوى. لو مشيتوا يوم في طريق كان لينا فيه ذكرى سوا. افتكروا قلبي البريء اللي صان عهد الهوى. يا طريق الذكريات يا ذكرى واحلى ذكرى. انا ليا مع حكايات مرسومه بكل خطوه. شاري وش نوابيع قلبي كان مجروح وداري قدام الجميع.